اول فرايد تشيكن محشيه في مصر. السلام عليكم. فيديو النهارده هيبقى عن الفرايد تشيكن. طبعا مطاعم فرايد تشيكن بقت كتير جدا وتقريبا مبقاش في حد بيعمل اي حاجه جديده، بس معانا النهارده مطعم بيحاول ان هو يعمل حاجه جديده. كنت شفت له اعلانات على الفيسبوك وكده. المطعم ده اسمه تشيكس. هو بيعمل الفراخ البروست اللي هي الفراخ اللي بعض محشيه بثلاث صوصات، جبنه وفاير وباربيكيو. ده غير برده عنده سندوتشات برجر فراخ وبرجر بيف وريزو، يعني احنا جايبين كذا حاجه النهارده كده. فانا عايز اشوف برده اختراع الفرايد تشيكن المحشيه ده هيبقى اي كلام ولا جامد. بس خلينا قبل ما نبدا الفيديو، اللي مش مشترك يشترك في القناه ونوصل الفيديو ده ل 8000 لايك. ادي الكيس اهو، هو جايب لنا الحاجات كلها في كيس واحد. طب هو انا مش عارف اوصل للجلوفز والحاجات دي، بس ايه، هنطلع حاجه حاجه كده ونشوف. نبدا باول حاجه معانا وهي الريزو. جلوفز كده ومناديل والمعلقه في شوكه اللي هي زي بتاع كنتاكي وكاتشب. ده هنا ريزو فاهيتا، ثمنه 32 جنيه شامل الضريبه. تفتح كده تلاقي صوص الباربيكيو مغرق الدنيا كلها، يعني صوص الباربيكيو ده لما بيزيد زيادة عن اللزوم كده ما بيبقاش ألطف حاجة، بس خلينا ندوق ونشوف. بسم الله. الرز هنا بيحاولوا يوصلوا الرز بتاع كنتاكي، ما وصلوش ليه بس برضو حلو عجبني. بس الفراخ هنا طعمها حلو قوي، فاهيتا طعمها جامد مع الفلفل الاخضر والاحمر والبصل، عاملين شغل جامد. لا ريزو حلو. الفراخ هنا البهارات بتاعتها حلوه ومتشوحه كويس على النار، وكميه الفراخ برضو كويسه. تخش على بعده ونخش على ساندوتش برجر. انا مش عارف ده بقى هنا برجر لحمه ولا فراخ، مش معلمين. ماشي طيب، مش مشكله. ده انا هجيبه ازاي ده؟ العلبة يعني عاملينها على قد السندوتش بالظبط. لا السندوتش مخدوم الصراحة. السندوتش ده هنا اسمه مشروم برجر. أنا جبت السنجل، هو عبارة عن البرجر والمشروم وشريحة جبنة شيدر وباربيكيو وخس وطماطم وخيار وبصل فريش ومايونيز. ده هنا سعره 60 جنيه شامل الضريبة. يعني نشوف. طيب انا هدوق قطعه البرجر لوحدها عشان ايه ما تسرعش في الحكم. برضو برجر متلخص بصوص المايونيز والباربيكيو في كل حته. لا كنت متوقع اقوى من كده من الساندوتش ده. البرجر برضو محير، يعني ما تقدرش تقول عليه جوسي وحلو جدا، تقدرش تقول عليه ان هو ناشف وحش، يعني حاجه كده بين البنين. توابله بهاراته لطيفه مش وحشه، بس هنا المشروم معلب صوص المايونيز مع الباربيكيو الميكس مش عارف، مش احسن حاجه. البصل الفريش هنا متشوح شويه على النار، بس المشروم معلب ده مبوظ الساندوتش، يعني فعلا مخلي طعمه مش حلو خالص. فلا ما اتبسطتش بالساندوتش ده. خلينا نخش على بعده. نخش بقى على ساندوتش راب. عندهم كل السندوتشات اللي كانت جايه النهارده حتى الوجبه برده ملفوفين بستريتش زي ده، بس انا كنت بشيله عشان التصوير وكده. ده بقى هنا ساندوتش راب فاهيتا. عيش التورتيه هنا حلو جدا، فراخ الفاهيتا زي ما قلت لكم البهارات بتاعتها حلوه متشوحه كويس على النار، مع اضافات الفلفل والبصل بتاعت الفاهيتا دي جامده، بس صوص الباربيكيو هنا مش احسن حاجه، يعني صوص الباربيكيو بيبقى ليه طعم معين، لا هو طعمه اقل من الطعم اللي احنا متعودين عليه ده، فهنا صوص الباربيكيو هم متوصيين بيه قوي في الساندوتش، مغرق الساندوتش كله، يعني انا لو كان قل شويه في الساندوتش كنت هبقى متقبله اكتر، فساندوتش حلو بس صوص الباربيكيو محتاج يبقى احسن من كده بحبه حلوين. خلينا نخش على بعده. ونخش بعد كده على ساندوتش برجر الفراخ. الساندوتش ده هنا اسمه تشيز لافا. ده هنا ساندوتش سنجل سعره 52 جنيه شامل الضريبه، عباره عن قطعتين ستريبس وصباع شيدر هالوبينو، ده غير الكابوتشا والطماطم وصوص الجبنه والكلام ده. فخلينا ندوق ونشوف. هو العيش بالمناسبه يعني مش احسن، يعني هو العيش مش وحش بس مش احسن حاجه برضه. طيب يعني انا لما دقت صباع الشيدر الهالوبينو ده يعني ما فيهوش طعم الهالوبينو خالص، يعني هو صباع موتزاريلا ستيك عادي جدا. قطعتين الستريبس يعني بهاراتهم خفيفه مش جوسي، تحسهم ناشفين شويه، بس هي ستريبس فراخ مش فراخ اللي هي المعجون، لا في نسير الفراخ باينه. اما بالنسبه للعيش فهو برده مش احسن حاجه، يعني العيش فعلا بيتبهدل مع الاكل، فالساندوتش كان محتاج ان هو يبقى جوسي اكتر من كده. مش لازم يحط الصوت، بس الفراخ الستريبس نفسها تبقى طريه اكتر. ممكن تكون الفراخ دي مثلا معموله من الصبح او حاجه مش عارف، بس دي مش معموله في ساعتها خالص. خلينا نخش على اخر حاجه وهي الفراخ البروست المحشيه. ونخش بقى باخر وجبه معانا. انا الوجبه دي اللي انا حاطط الامل عليها. دي لو طلعت عاديه يعني لا انا هتضايق.
طيب هنا دي وجبة عبارة عن 4 قطع فراخ بروست وبيجي معاهم 2 عيش وبيجي برضو كول سلو وبطاطس. طيب خلينا نجرب البطاطس كده، البطاطس مرشوش عليها بهارات كتير. ايه الحلاوة دي؟ يعني اول حاجة من اول فيديو تعجبني قوي كده، لا جامدة جدا، بهاراتها حلوة جدا. خلينا نشوف الكول سلو. كورسلو بس محتاج يعني المايونيز بتاعه يزيد شويه، مش مشكله. خلينا نشوف الفراخ وهي اهم حاجه معانا. طيب الوجبه دي سعرها 85 جنيه شامل الضريبه، لو عايز اي قطعه تحشيها بتحشيها ب 3 جنيه زياده، يعني دي كده انا حشيت 3 قطع والرابعه قلت اسيبها عادي زي ما هي، يبقى 94 جنيه شامل الضريبه. طب خلينا نبدا باول قطعه وهي الجناح، الجناح كبير مش صغير، وهي دي القطعه العاديه مش محشيه، بالمناسبه اللي موجودين كلهم سبايسي. طيب تبديلة السبايسي شغالة كويسة، طبقة البريدنج مقرمشة وكل حاجة، بس الفراخ من جوه ناشفة. هي المشكلة تقريبا مش في الفراخ، هي في الغالب الفراخ دي في الغالب كانت معمولة مثلا الظهر او العصر وجايالي بالليل، فدي فراخ مش معمولة في ساعتها خالص، بالرغم ان انا جايب الاكل ده عن طريق ابلكيشن من بتوع التوصيل، ولما راح هناك قالوا له استنى نص عشان الاوردر يجهز، فمش ألزز حاجة بصراحة. خلينا بقى نشوف الدبوس ده، هي دي محشية يا باربيكيو يا صوص فاير. طيب هو الدبوس ده كان محشي باربيكيو، فكرة ان الفرايد تشيكن تبقى محشية لطيفة مش وحشة، بس الفرايد تشيكن نفسها هنا يعني زي ما قلت لكم ناشفة، طبقة البريدنج المفروض ان هي بتقرمش، هنا هي مش بتقرمش بس لا هي ناشفة، والفراخ مش جوسي، فهي مش مبسوط. هنا ده القطعة لونها محمر كده، فدي في الغالب هتبقى محشية صوص فاير، نجرب ونشوف. طبعا هنا الفراخ سبايسي مع صوص الفاير، فتا يعني الدنيا مولعه نار. هنا الحشو اكتر شويه، يمكن برضه عشان الدبوس ما فيهوش لحم كتير قوي فالحشو ما كانش كتير، انما هنا حشو صوص الفاير لا مليان حلو، بس برضه نفس مشكله الفراخ. فخلينا نشوف اخر قطعه وهي محشيه صوص جبنه. صوص الجبنه هنا يعني انا تقريبا مش حاسس بطعمه خالص، وقليل ما هواش كتير خالص زي صوص الفاير، فده كان اقل صوص فيهم لان يعتبر ملوش طعم. طيب خلينا نشيل الكلام ده من قدامنا، لكم تجربه كلها على بعضها من ازاي. طيب كانت تجربه مش احسن حاجه بصراحه، يعني الحاجه الوحيده بس اللي حلوه فعلا عندهم فراخ الفاهيتا حلوه قوي، صوص الباربيكيو بس محتاج ان هو يبقى احسن شويه، سواء في الريزو او ساندوتش التشيكن راب، ساندوتش برجر بيف والفراخ وحتى الفرايد تشيكن مش احسن حاجه. اما بالنسبه للاسعار فيعتبر زيهم زي بقيه المطاعم، بس انا كنت متوقع يعني كواليتي اعلى من كده بالنسبه للاسعار دي، مش معنى كده ان انا بقول ان هي غاليه بس في المتوسط، فالمفروض كواليتي تبقى اعلى من كده. فكره الفراخ المحشيه دي يعني لطيفه حلوه، بس الفراخ نفسها لو كانت جوسي ما كانتش ناشفه لا كانت هتبقى احلى من كده بكتير. فلو حد جرب المطعم ده قبل كده يقول لي تجربته معاه كانت عامله ازاي، هل يعني هو ده مستواه على طول ولا انا كان حظي وحش معاه النهارده ولا في ايه بالظبط. وبس كده، دي كانت تجربه النهارده، ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.